خلوني استقبل على التليفون الاستاذه داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير موقع وجريده البوابه. اهلا وسهلا بحضرتك في البدايه. اهلا بيكي يا استاذه ندى. عايزه حضرتك تكلمينا اكتر عن تفاصيل الانطلاقه، ويمكن احنا قلنا بشكل مبسط قوي الهدف من موقع لديالوج. احنا ايه الرسائل اللي عايزين نوصلها؟ خليني في البدايه اكلمك عن فكره انشاء موقع لديالوج الفرنسي. هي ليست وليده اللحظه، وانما الفكره جت لدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مجلس اداره مؤسسه البوابه نيوز ورئيس مجلس اداره مركز دراسات الشرق الاوسط سيمو في باريس، بعد عده ندوات عملها دكتور عبد الرحيم وحوارات مطوله تحت قبة البرلمان الفرنسي ومجلس الشيوخ الفرنسي والبرلمان الأوروبي ونوادي الصحافة في باريس وميونخ وجنيف، ولقاءات عديدة مع كافة السياسيين والإعلاميين وكبار الكتاب والصحفيين في الغرب طوال 5 سنين. هو مجهود 5 سنين متواصلة مع هؤلاء في الغرب، واكتشفنا أن الغرب لديه إشكالية كبيرة وخلط كبير وسوء فهم عن كثير من قضايا الشرق الأوسط وأيضا قضايا متعلقة بمصر، ونتيجة لحالة من الصمت بين الطرفين في مجالات عديدة، طبعا أبرزها المجال الإعلامي والثقافي، وبالتالي سمحت هذا الفراغ لتيارات عديدة للدخول في هذه الفراغات ورسم صورة غير حقيقية بالمرة عن أفكار مصر والشرق الأوسط ورؤانا تجاه الغرب. ومن ثم أصبح هناك هذه المساحات الفارغة يلعب فيها أطراف عديدة ليس من مصلحتها أن يكون هناك حوار مفتوح بين الشرق والغرب. والحوار هنا أتحدث معك عن حوار من نوع مختلف، ليس كما هو معتاد حوار الصراع ديوك أو بالضرورة تكون وجهة نظر حضرتك صح وأنا غلط أو العكس، وإنما هو حوار هادئ يستمع كل منا للآخر حول الرؤى المختلفة، لأن إحنا وجدنا أن الغرب يحتاج أن يسمع منا ولا يسمع علينا، وبالتالي نحن أيضا نحتاج أن نسمع وجهة نظر الغرب في الموضوعات التي تخصهم. طيب يمكن دي الـ الأهداف. حضرتك اتكلمتي أو قلتي جملة في الحقيقة مهمة جدا أستاذ داليا، اللي هي حوار من نوع مختلف. هل من خلال هذا الحوار اللي من نوع مختلف نقدر نقول ان في اوتلاين او رؤيه حضراتكم حاطينها هيتم فيها الاعتماد على كتاب بعينهم نقدر نشوف ان احنا هيكونوا موجودين؟ وهل في اليات او معايير مثلا خطوط عريضه حضرتك تقدري تكشفيها لنا هنشوفها في المقالات مثلا اللي هتكون موجوده؟ نحن لدينا يعني مجموعة كبيرة جدا من الكتاب الأوروبيين يعني يشاركوا في منبر الحوار أو في الديالوج الفرنسي، واللي بتاخد البوابة نيوز، هو موقع بأربع لغات، البوابة نيوز بتاخد حصريا نقله باللغة العربية ولكن هو لغته الأساسية الفرنسية، ويصدر أيضا باللغة التركية واللغة الألمانية. حضرتك انت عن الاوتلاينز بتاعته، احنا نتكلم عن كل قضايا الشرق الاوسط والقضايا ايضا المتعلقه بمصر. خليني اقول لك مجموعه من الكتاب الكبار حقيقه اللي بيشاركوا معنا في هذا المنبر الجديد، وهم يعني كتاب لهم وزنهم طبعا في الغرب، وايضا مجموعه كبيره من الكتاب المصريين والمتواجدين في عدد كبير من الدول العربيه. معنا مثلا على سبيل المثال وزير الدفاع الفرنسي الاسبق بيير ليلوش، ورولان جاكار كاتب وخبير في الارهاب الدولي، معانا الكسندر دالبال كاتب ومحلل سياسي فرنسي، رولان لامباردي هو كاتب فرنسي ومؤلف كتاب السيسي بونابارت مصر، وهو ايضا رئيس تحرير موقع الديالوج، ودكتور عبد الرحيم هو رئيس مجلس الاداره، وميشيل صبان رئيس الصندوق الاخضر في اوروبا والمهتم بمناطق التغيرات المناخيه، السناتور جاكلين اوستاش نائبه رئيس حزب الجمهوريين وعضو مجلس الشيوخ الفرنسي، عندنا من مصر بينورنا دكتور زاهي حواس ودكتور علي الدين هلال ودكتور عبد المنعم سعيد ودكتور محمد كمال ودكتور ابراهيم نوار ودكتور حسام بدراوي ودكتور مصطفى الزايدي من ليبيا، والمحامي الدولي الي حاتم، واللي ليه مقاله
يعني ادعوكم لقراءتها وادعو المشاهدين لقراءتها يوم الاثنين القادم، العدد الاسبوعي الذي ينقل مقالات هؤلاء الكتاب كل يوم اثنين من العدد الاسبوعي من جريده البوابه. طبعا الحوار مفتوح والقوس مفتوح، ولدينا طول الوقت كتاب جدد ينضموا الينا. مشروع الديالوج ومركز دراسات الشرق الاوسط من المشاريع الوحيده تقريبا في منطقه الشرق الاوسط اللي غردت بعيدا وذهبت للغرب في عطر دارهم لتوضيح فكره ورؤى الشرق الاوسط ومصر بالذات عن مواضيع كثيره ولتصحيح الصوره. خليني اعلن مع حضرتك عن وليد جديد هنشوفه ان شاء الله في المستقبل، وحضرتك سالتيني على المشاريع المستقبليه. بنتكلم عن المشروع الاكبر مع الشاعر العربي الكبير ادونيس، واللي هينضم لكتيبه الحوار في موقع الديالوج بمشروع كبير عباره عن مجله تحت اسم تحولات، وهي معنيه بالشعر والادب العربي، ستضم كبار كتاب الشعر والادب العربي بالاضافه لمشاركه عدد من الشعراء والادباء الغربيين. هناك ايضا مشروع اخر نعمل على اطلاقه، وهو موقع الكتروني فرنسي يعرض لاحقا بلغات مختلفه، ومجله فصليه تحت اسم ايجيبتولوجي، وهي معنيه بكل ما يخص الاثار المصريه والاكتشافات الاثريه. وكما هو معروف طبعا حضرتك عارفه ان الغرب مولع بالقراءه ومعرفه كل ما هو مصري وفرعوني، وهو محاوله منا للمساهمه في القاء مزيد من الضوء على الحضاره المصريه، وايضا دعايه للسياحه. وبالطبع هننظم زيارات عديده كتاب وفنانين وادباء فرنسيين وغربيين لمشاهده الحضاره المصريه والاستمتاع بها، وعشان يرجعوا كمان يكتبوا عنها في بلادهم وتبقى دي الصوره الايجابيه. احنا اسمحي لي استاذه ندى، احنا بنحاول نغرد شويه بعيده صحيح. ونبعد صح. عن صحافه الترند وعن صناعه يعني الترند، ونذهب لموضوعات اكثر جديه. ويمكن استاذه داليا ده اللي احنا محتاجينه دلوقتي، ان احنا نوسع دايره الثقافه، ننشر اكثر الوعي، نكلم الغرب حتى بلغتهم، ننقل لهم الافكار الصحيحه عننا. يمكن حضرتك قلتي جمله في غايه الاهميه، هم محتاجين حتى الداخل والخارج محتاج يسمع مننا. في الحقيقه مجهود كبير جدا حضرتك بتقومي بيه، فكره بيتم العمل عليها من 5 سنين، حتى الافكار المستقبليه كلها بتؤدي لنفس الغرض. انا بشكر حضرتك استاذه داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير موقع وجريده البوابه، شكرا جزيلا لحضرتك في الحقيقه، وان شاء الله موفقين في كل ما هو قادم.